أول تعليق من أمريكا على فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة. تناولت بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية أخباراً حول إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على إثيوبيا بخصوص رفضها التفاوض حول ملف سد النهضة على غرار العقوبات التي فرضتها عليها بشأن ملف إقليم تيجراي. وتصر أديس أبابا على الملء الثاني لبحيرة سد النهضة خلال موسم الأمطار المقبل رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان حتى الآن، مما ينذر باقتراب اندلاع حرب المياه. وفي أول رد من أمريكا على إمكانية فرض العقوبات الاقتصادية بسبب أزمة سد النهضة، أكدت جيرالدين جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية أن زيارة أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط تحمل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة مع دول الشرق الأوسط من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وقالت جريفيث إن أمريكا لن تتخلى عن شركائها في المنطقة، بل ستعزز من الجهود الدبلوماسية لإحراز تقدم في عدة ملفات، مشيرة إلى أن ذلك ظهر من خلال تعيين مبعوث خاص لمنطقة القرن الإفريقي واليمن وإيران. ووجهت جريفيث الشكر إلى الحكومة المصرية على الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الإقليمية مثل الملف الليبي وسد النهضة، مشيرة إلى أن واشنطن تتطلع إلى حدوث انفراجة في هذا الملف. أضافت أن ما يهم الولايات المتحدة هو تحقيق الاستقرار في المنطقة والحد من الانتهاكات الجارية في إقليم تيجراي الإثيوبية، مضيفة فيما يخص سد النهضة أن أمريكا تدرك تخوفات الدول الثلاث، موضحة أهمية وجود تسوية توافق عليها جميع الأطراف. متابعة: سوف نستمر في الشراكة الدبلوماسية مع الدول الثلاث من أجل تحقيق أنسب حل لهذه الأزمة. وحول إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على إثيوبيا بخصوص رفضها التفاوض حول ملف سد النهضة، قالت إن الولايات المتحدة تؤمن بقوة الدبلوماسية لمعالجة ملف سد النهضة وستواصل جهودها للوصول إلى حل منصف. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الاثنين الماضي أنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الفظائع المرتكبة في إقليم تيجراي. وطلبت إثيوبيا الولايات المتحدة بإعادة النظر في قرارها الصادر بحظر التأشيرات للمسؤولين الإثيوبيين والعقوبات الاقتصادية والأمنية التي فرضتها قبل أكثر من أسبوع. وقالت أدانيشا أبيبي عمدة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال كلمة ألقتها أمام عشرات الآلاف من الإثيوبيين إن بلادها لا ترضخ للعقوبات. وربطت أبيبي بين العقوبات وأزمة سد النهضة الذي تبنيه بلادها فوق النيل الأزرق، وقالت إنه لا توجد قوة يمكنها أن توقف جهدنا عن استخدام مواردنا المائية بشكل عادل، وإنها ليس في نيتها الضرر بالآخرين كما لا تقبل الضرر الذي يأتيها من الخارج. ودعت الإثيوبيين إلى الوقوف معا والتخلي عن الخلافات الداخلية للتغلب على الضغوط الممارسة ضد بلادها. والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة في إقليم تيجراي، موضحا هذا وقت تحرك المجتمع الدولي. ولم يتطرق بلينكين إلى مسألة سد النهضة عند الإعلان عن العقوبات، لكن حكومة أبي أحمد الإثيوبية تتخذ من السد وسيلة لتوحيد سكان البلاد المنقسمين على حالهم. وتقول الولايات المتحدة إن موقفها الرسمي هو تشجيع التعاون بين الأطراف الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى حل سلمي، وتقول إنها تسعى لدور إيجابي في هذه الأزمة.